ايه اللي بيحصل بره ده؟ مالهم الموظفين؟ عاملين زي ما يكون ميتلهم ميت. ما تشغلش بال سعادتك، دي مشكلة بسيطة وسهلة حلها إن شاء الله. هو أنا ناقص ألغاز؟ ما تتكلم أنت رخ. أبدا يا فندم، الحقيقة نزل خبر النهاردة كده سخيف شوية. سعادتك عارف بقى يعني الصحافة الصفرة. خبر؟ خبر إيه؟ وريني. الله 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 الله، ايه قلة الادب دي؟ هي حصلت؟ اكيد يا فندم، ليهم مصدر في الاسم، هو اللي بلغهم الخبر ده. والمصدر ده ما قالهمش ان انا كل اللي قعدته كام ساعه وخرجت على طول؟ ابو لزيد، انت تعرف جورنال اسمه الجورنالجي؟ داد، شفت اللي حصل؟ ايوه ايوه ايوه. اسمع، انا عايزك ترفع لي عليهم قضيه. ايوه، قضيه تتهمهم فيها بالكذب والتدليس، وقضية تانية تطلب فيها تعويض. أنا عايز أخرب بيتهم، عايز أقفل الجورنال الزفت ده. سعادتك ما تشغلش بال. يا سالم بيه، أرجوك تهدى وتطمن. أنا هبعت أجيب نسخة وهعمل اللازم بنفسي، ما تقلقش. بس أرجوك أرجوك اهدى وتطمن خالص. أنت عارف حقك هيجيلك لحد عندك وزيادة. عيب. ده أنا أبو اليزيد يا باشا. اخطف رجلك لغاية الجورنال. وقابل رئيس التحرير وفهم انه بالطريقه دي بيلعب بالنار، وان الموضوع ده مش عادي بالساهل، وانهم لازم ينزلوا تكذيب. فاهم يا ابو اليزيد؟ ينزلوا تكذيب فورا. داد، الناس دي لازم تتربى. ما تقلقيش يا حبيبتي، ابوكي بيعرف يحافظ على حقوقه كويس جدا. بقول يا فندم، انا عندي فكره كده، يعني تحب تركبي مركب او تغيير؟ الميه والسما برضو بيريحوا الواحد. انا شايف الناس نازله من المركب وشها منور، بسم الله ما شاء الله، يعني ولا كأنهم راجعين من عمر. زمان وانا صغير كان ابويا ياخدني نقعد على شط النيل في عز الشمس، سنارتين بوس، ونقعد بقى نستنى الفرق كتير، ساعه ساعتين اسبوع، وكل لما اجي افتح بقي واصبر يا سيد اقول له يابا، يقول لي يا ابني الصيد بيحتاج صبر. الا لما رجعنا ببسرياه يا فندم، مش هقول لك سمكه كبيره، ترجع بضربه شمس في عز الصيف او التهاب رئه في عز الشتاء. يا ربنا اخيرا. ايوه كده، اتحكي. النبي ما تزعلي نفسك تاني. كنت عايزني اعمل ايه؟ واحده زي دي بتبوس جوزي وتحضنه قدامي وقدامكم، بتخش البيت زي ما يكون ليها فيه اكتر ماليه. عارف عارف كان نفسي اعمل ايه ساعتها؟ اجيبها من شعرها وارميها بره، ولا اوعي تعتبي البيت ده مره تانيه. روحي اعملي الشويتين دول مع حد شبهك. بس حسيت ساعتها انا بعمل لها قيمه قدامكم. خدت بعضي وطلعت على فوق زي ما انت شفت. انا عارفه ان انا غلط. بالعكس، انت ما تعرفيش انت كبرتي في نظر يعني حضرتك، في نظري ونظرنا كلنا قد ايه يعني. اللي تعمل كده ست عاقله، بنت ناس، عارفه تحافظ على بيتها وكرامتها. مين ماها دي اللي هتعملي لها سعر وتحسسيها ان الحكايه راس براس؟ تفتكر الناس هتحسبها زي ما انت بتحسبها كده؟ افتكر ايه يا فندم؟ انا متاكد. انا عن نفسي ما تعرفيش احترامي ليكي زاد قد ايه بعد الموقف ده. ربنا يكملك بعقلك ويحافظ لك على بيتك ويبعد عنك مها وامثالها. ما دام بس هو كان في مشكله، يعني واضح ان فكره المركب دي كانت غلط، انا عايز ارجع. حضرتك بتدوري على حاجة؟ لا شكرا. بقول لك نعم،
ما شفتيش الجارد اللي اسمه سيد ابو الليفي اللي بيشتغل مع مدام ريهام؟ اه طبعا شفته، من شويه كان بيركب مركب مع مدام ريهام. مركب؟ ونزلوا الميه من ساعه. تأمريني بحاجه تانية حضرتك؟ لا شكرا. انا متشكره قوي يا سيد بصراحه، يعني مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه يا هانم، انا تحت امرك في اي وقت. الحمد لله على السلامة. طب استأذن سيد، عايزك لو سمحت. حاضر. تعال يا سيد اتفضل. أموريني هنا. اتفضل يا سيد. شكلكوا راجعين مبسوطين من بره ما شاء الله. مين ساعدك؟ انت وريهام بأمارة ما كنتوا بتتودودوا عند الباب بره ومش واخدين بالكم ان انا هنا. بالعكس يا فندم، ده انا اللي كنت عمال ارغي. مشكلة ريهام هانم اساسا ان هي ما بتتكلمش من اصله. انتوا خرجتوا واتفسحتوا وتقريبا قضيتوا يومكم كله في البحر وهي ما اتكلمتش ولا كلمة؟ بس الصراحة يعني الهانم كانت نفسيتها وحشة قوي النهاردة وكانت متعصبة على الآخر وقالت لي عايزة أغير جو يا سيد، وانا بحكم اوامر سالم بيه لازم اكون معاه. اه طبعا طبعا، وهو بالمره تسري عنا. لا مش فاهم الجمله لما اخذها يعني. تهون عليها يعني يا سيد؟ اه انا عملت ده، عملت ده بدافع الانسانيه يا فندم، بس الصراحه بيني وبينك قالت لي ما عملته. ليه؟ مفيش، انا لسه بسالها مالك يا هانم وعينك ما تشوف الا النور، خدت لي دش تهزيق وبهدله، احترمت نفسي وكتمت لحد ما وصلنا هنا. غريبه، مع انك لسه قايل انها ما اتكلمتش خالص لغايه ما وصلت هنا. ايوه يا فندم، يعني الكلام العادي. يا رب ما اكونش قصرت في حمايه سعادتك، تؤمريني بحاجه تانيه كده يعني. طب واخبار باسم بيه ايه؟ باسم بيه؟ يا رب بحق جاي النبي يفك سجنك يا باسم بيه. ماله باسم بيه كمان؟ هو مش انت اللي بلغت عنه برضه يا سيد؟ انا سعادتك؟ استغفر الله العظيم يا رب. هبلغ عنه ليه؟ وازاي؟ وهقول ايه في بلاغي اصلا؟ هو مش انت الوحيد اللي كنت عارف انه مسافر؟ يعني خلاص يا فندم، كل الاجهزه اللي في المطار دي مش كفايه ان هي تكتشف ان معاه جواز سفر مزيف؟ مستنين واحد زي يفتن عليه؟ بعدين هبلغ عن الراجل ليه يعني؟ الله في الله كده؟ انا ما شفتش منه غير كل حاجه حلوه، هاخده بالراجل ليه؟ ما عمليش حاجه وحشه. ماشي يا سيد، تقدر تتفضل. يعني خلاص يا فندم؟ يعني ايه خلاص؟ يعني في اي اسئله، اتهامات، عايزين تخونوني تاني؟ ليه هو كلامي زعلك؟ يا ست هانم، يا ست هانم، انا اكلت عيش وملح في البيت ده وبخدمكم بعناية وروحي فداكم، اكيد ما كنتش مستني اليوم يعني اللي تيجوا تخونوني فيه بعد كل اخلاصي ليكم. ماشي يا سيد، عموما انا ما اقصدش اتهمك بحاجه، انا بس كنت عايز اعرف اللي حصل. تقدر تتفضل. استغفر الله العظيم يا رب. عن اذنك يا هانم.